الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله كما يليق بكمالك وعد كماله. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين امين في المقدمه: واشهد ان سيدنا محمدا عبده المصطفى وامينه المجتبى. ومحمد بمعنى محمود صلى الله عليه واله وسلم، وهي من اسمائه وليس بكل اسمائه، والنبي صلى الله عليه وسلم له اسماء كثيره، فاسمه في الانجيل احمد، وفي القران محمد، وفي التوراه احيد او احيد صلى الله عليه واله وسلم، وله اسماء صفات كثيره زي مبشر ونذير وشفيق وحامد ومحمود، واسماء كثيره عدها العلماء، بعضهم وصل الى 750 اسم، وبعضهم قالوا تصل الى 1000. والامام الحسني الجزيري اللي هو صاحب دلائل الخيرات عد حوالي 202 اسم من اسمائه صلى الله عليه وسلم، وشرفت هذه الاسماء بانها كتبت في مسجده الشريف صلى الله عليه واله وسلم. من اول باب السلام وانت ماشي كده تجد اسماء النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبه على الجدار بترتيب الجزيل، مكتوبه بترتيب الجزيل. وفاتت على هؤلاء الناس الحمد لله ما رضوش يكنسوه، ربنا تعالى يفوتها. مسجد النبوي يعني عدت الحمد لله، عشان تعرف ان ربك سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده. واشهد، والشهاده هي اكثر يعني اقوى انواع الايقان، انك تشهد يمكن اكثر من اعلم، لان في حاجه اسمها علم يقين وفي عين يقين، فاشهد عين يقين. فالشهادة تدل على عين اليقين، والعلم اليقين اللي هو العلم بالدليل دون الايه، دون المعايشة. فلما تقول اعلم اقل من قولك اشهد، عشان كده الدخول في الاسلام باشهد مش باعلم. واشهد ان لا اله الا الله وحده، واشهد ان سيدنا محمدا عبده المصطفى. عبده سبحانه وتعالى، الهاء هنا تعود على الله، سبحان الذي اسرى بعبده، فالهاء حط فيها كل اسماء الله، يبقى دي 99 اسم للنبي. عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، حط الهاء دي، حط مكانها الاسماء 99 تطلع كلها اسماء النبي. خدت بالك؟ عشان كده اي واحد افضل الاسماء ما عبد، لانها اسماء النبي برضه، وما حمل لانه اسماء النبي برضه، فتجد اسماء المسلمين كلها تدور حول اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. عبده المصطفى، حيث انه اصطفاه سبحانه وتعالى وجعله هو مركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال صلى الله عليه واله وسلم، وهو محط نظر الله من عباده ومهبط وحيه الى عباده وتعينات صفاته التي اراد الله ان تتعين فترى حسا قبل، لانها لم ترى حسا قبل ذلك، فصار النبي صلى الله عليه واله وسلم هو تعينات الصفات الظاهره. فان كانت الرحمه صفه لم تتعين فتعينت في النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تحس فحست في النبي، ولم ترى فرؤيه في النبي صلى الله عليه واله وسلم. أين إن كان للجمال فلك وأفلاك فالنبي قطبه هو أصل، قال معنى قطب فلك الجمال، دي اللي قال السورة
اللغه دي سيدي ابراهيم الدسوق يقول بيصلي مش على سيدنا محمد السوره، بيصلي على سيدنا محمد إيه؟ فبيقول اللهم صل على الذات المحمديه اللطيفه الاحديه شمس سماء الاسرار. ليه اللطيفه الاحديه؟ ليه احديه مش واحديه؟ لان الله سبحانه وتعالى خلقها ذاتا ثم خلق منها سائر الذوات فجعلها احديه، ثم تعددت بعد ذلك في العوالم بالواحديه. واخد بالك؟ لان الله تجلى على هذه الذات باحديته فصارت ذات احديه، وتجلى عليه بالواحديه فصارت سرا ساريا في جميع الاكوان. هذا اعتقاد اهل التصوف لا باس به، لانه لا يكر على الشريعه بالبطلان، ومن لا يعتقد ذلك لا يضر. مضرش برضه. يعني مش شرط تقعد مع واحد ليل نهار علشان لازم يقتنع بيه الا يبقى مرتد، لا مش مرتد. نصلح حبيبنا بس. مفيهاش مشكله. فبيقول اللهم صل على الذات المحمديه اللطيفه الاحديه، ليه لطيفه؟ لطيفه لانها لا يشعر بسرها الساري الا الخواص. وهذه من اللطافه. لان لو لم تكن بهذه اللطافة لأيقنها كل موجود، ولكن لا يراها أي موجود، فهي صارت لطيفة، وهي كانت سارية الموجودات قبل أن تظهر الصورة المحمدية، فعلشان كده كانت لطيفة، اللطيفة الأحدية، الذات المحمدية اللي هي الذات بقى اللي هي علشان كده اللي هو قال فيها سيدي إبراهيم سيدي المرتب العباس قال لو غاب عني سيدنا محمد لحظة لعددت نفسي أني لست مسلم، لأنه ينظر إلى الذات السارية في جميع الإيه؟ الأشياء، فلا يغيب عنه لحظة، لأنه خلاص بقى هيغيب عنه إزاي؟ هو شايف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول آل محمد كل تقي، يعني قرابتي مستقرة في كل تقي، قرابة روحانية غير القرابة الجسمانية العادية. فالنبي صلى الله عليه وسلم له اتصال روحاني بكل الأتقياء في كل العصور وفي كل الأحوال من لدن سيدنا آدم إلى أن تقوم الساعة، سر ساري في جميع القلوب، وبقدر هذا السر وقوته بقدر تقوى الشخص. وعلى شكرا كلما ازددت قربا للنبي كلما ازددت تقوى، وتجد ان اكثر الناس حبا في النبي اقل الناس فتنه في دينهم، لكن قد يفتن في بدنه ما يضرش، قد يفتن في ماله لا يضر، لكن لا يفتن في دينه. وعشان كده احنا قلنا في المحاضره السابقه ان الخلاص من الفتن القائمه في حوار الاديان وغيره وغير ذلك هو التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم محبه واتباعا وتسننا وفهما لألفاظه وكلامه صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كانت قرآنا أو سنة. فبيقول اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار. فإن كانت في الأكوان أسرار وهي مملوءة بالأسرار، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو شمس سماء الأسرار الذي أظهر الله به الأسرار. لأن الشمس إذا ظهرت تضيء، شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار، فهو مظهر الأنوار صلى الله عليه وسلم، والأنوار هي الحقائق، لأن الحق نور والباطل ظلمة، فالأنوار هي الحقائق، ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال، أي أن جلال الله وصفاته الجلالية كلها تمركزت في ظهور وتعين هذا النبي صلى الله عليه وسلم صورة بعدما كان حقيقة، ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. وإن كان للجمال أفلاك فالنبي صلى الله عليه وسلم أجملها، بل هو قطبها، بل كل جمال مستمد من جماله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعله هو مركز الجمال في كل الأشياء.
ولا تجد تصرف فيه جمال الا وتجد وراءه النبي حتى عليه، ولا تجد صورة فيها جمال الا وتجد النبي اجمل منه صلى الله عليه واله وسلم، ولا تجد خلق جميل الا وتجد النبي صلى الله عليه وسلم حاجة فيه الكمال صلى الله عليه وسلم. وقطب فلك الجمال. وبعدين يدعي بعدها بعد ما قال الصيغة دي، اللهم بسره لدي وبسيره الي امن خوفي واقل عثرتي وازد حزني وحرصي وكلي، وخذني اليك مني وارزقني الفناء عني، ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي، واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. يمكن سنة 97 كنت بصلي التراويح في مسجد في المنيل، بس مسجد الشرعي الشيخ احمد الامام الراتب بتاعه، فكان بيصلي معانا اخ اسمه احمد كده مهندس هو، فكان بيحب يصلي بالصيغه سيدي ابراهيم الدسوقي دي، انا ما اعرفش القصه دي، ده هو اللي بيحكيلي. فبعدين واحد صاحبه في الشغل قال له بالصيغه دي كلها شرك من جماعه اياه، فجاز عليا فجاء قابلني في مسجد الشرعية بيقول لي انا لما قال لي الكلمة دي وانا الصيغة دي بتمس قلبي وبيحب يقولها يعني، فنايم مهموم، فجاله سيدنا رسول الله في الرؤية قال له دل علي ان انا اللي اشرحها له صلى الله عليه وسلم. ده سنة 97، فده بقى قابلني في مسجد الشرعية والحمد لله ربنا كرمنا وشرحناه، فالراجل انشرح صدره يعني، لانه كان بيحبها بس مش عارف يعني اما يقعد مع الجماعة اياهم يقولوا له ايه الكلام ده؟ الكلام ده يبقى مش عارف يرد عليهم، لكن هو حاسس انها حلوه بس مش عارف يرد عليهم. طب اتفضل يا في المحاضرات اللي فاتت قدرنا الحقيقه المحمديه هي المثل اللي ربنا سبحانه وتعالى اراده ان يكون الخلق عليه. نعم. يتخلق بيه. ده المثل الكامل. هل الفكره هل المعلومه هل فعلا هي الحقيقه المحمديه كده؟ هو المثل الكامل الذي اراده الله من الخلق. لا كده ده جزء منها وليست هي كلها. جزء من الحقيقة المحمدية المحمدية اللي انت بتقولها دي هي الصورة المحمدية. الصورة. الصورة المحمدية هي المثال الذي اراده الله من عباده، هو الانسان الكامل. هو الخليفة بحق. جاء في الارض خليفة. فهو ده الخليفة بحق. تحققت فيه جميع الاسماء الالهية والربانية بالتجليات الرحمانية، فتجلى الله عليه بكل اسمائه فظهر متصرفا في الاكوان باسماء الله صلى الله عليه واله وسلم. فعلشان كده يستحق الخلاف، فالخلافة لا تكون الا لمن تحقق بهذه الاشياء كلها، فكان هو الانسان الكامل. فاللي انت بتقول ده المثال بدي صورته صلى الله عليه وسلم، لكن الحقيقة اللي هي قبل ان يظهر المثال. كيف تتصرف يعني في الاكوان؟ يتصرف في الاكوان، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشير الى السماء وليس فيها سحابة، تمتلئ السحاب وينتر، وكان يشير الى السحاب يمشي يد، يشير الى القمر ينشق. الرسول صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يصف للناس بيت المقدس ربنا طوى له المكان فشافه قدامه وهو في مكة، يبقى تصرف في الاكوان صلى الله عليه وسلم لما كان. ما هو كله باذن الله طبعا، ما هو باذن الله تحقق بالاسماء الربانية، اصل لا تصرف في الاكوان الا بالله، لكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يجعله متصرفا في الظاهر باسمائه الباطنة فيه. بس ادي المسألة، لان المؤثر الحقيقي هو الله، لان انت لو نظرت لكل ما سوى الله في وقت وصول الامداد عدم، لمجرد وصول الامداد بقى له وجود، وفي كل لحظة المدد مستمر، فنحن في خلق مستمر. يعني انت دلوقتي مش انت اللي ملاحظ ولا اللي انت من لحظتين، لان بين اللحظات في عدم، بين لحظات الامداد عدم، حتى
يظهر اثر الامداد فيبقى فيه وجود، ولكن لكرم الله يتوالى الامداد توالي بحيث لا يلاحظ الناس العظم، فيظن ان الوجود مستمر وفي الحقيقه ان الوجود متجدد. فالفاعل الحقيقي هو الله، لكن احنا بنتكلم على الصوره الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الصوره والظاهر كان متصرفا، واخد بالك ازاي؟ له التصريف. اذا كان الله سبحانه وتعالى قال في الملائكه المدبرات امر، فمين افضل، الملائكه ولا نبينا؟ يبقى لما نقول نبينا يدبر الامر، ايه المانع؟ ما ربنا قال على الملائكه تدبر الامر، تدبر امر ربها بربها. لكن مش محتاجين احنا كل شويه نحط نقط على الحروف لان بنكلم ناس مؤمنين، لكن الناس التانيين الامين كان الايمان عندهم مهزوز، فنحتاج كل شويه تحط له نقط على الحروف. قد طول النهار خايف لحسن يقع، مش عارف لحسن، مش عارف ايه لحسن، لما تلاحظ عارف مفيش حاجه اسمها لحسن، دي هو اللي ملحوظ، واخد بالك ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم عامل الناس بهذه الاشياء لان مفيش لحسن، لان كل الناس المؤمنه عارفه ان الله هو الفاعل، خلاص بقى حسن النهار. لما كل بقى جمله مفيده اقول لك الله الفاعل، واخد بالك؟ يبقى دليل ان انا بثبت قلب لسه مهزوز. لكن احنا خلاص بنكلم ناس فهمت. فلما اقول لك النبي يدبر في الاكوان يعني باذن ربي خلاص انتهينا بقى، وانا كل شويه هقول لك كده. يبقى ما ربنا قال على الملائكه مدبرات امر، يبقى ربنا كلمنا بالشريعه وكلمنا بالحقيقه، أن يدبر الأمر يفصل الآيات. يبقى الله سبحانه وتعالى في آية يكلمك بالشريعة وفي آية يكلمك بالحقيقة. كذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الناس بالشريعة والحقيقة في آن واحد. يقول لك استعن، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعد. وبعدين في نفس الوقت يقول لك إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول ولا قوة إلا بالله حقيقة. واستعن بالله ولا تعجز شريعة. يبقى جاء النبي بالشريعة والحقيقة. أقم الصلاة دي مش عايزة جهد وفعل. شريعة. لكن الحقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله. لولا أن يقدرك الله ويقدرك على الحركة ما تحركت. على الصلاة ما صليت. على الوضوء ما توضأت. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فجاء النبي بالشريعة والحقيقة في آن واحد كما جاء القرآن بالشريعة والحقيقة في آن واحد. فإذا تكلمنا بالشريعة لا تهمل الحقيقة لأنها في قلب، وإذا تكلمنا بالحقيقة لا تنسى الشريعة لأنك مأمور بها ومكلف. وعلشان كده ليه هو ألف الرسالة دي؟ لأن في ناس غرقت في الشريعة وأنكرت الحقيقة تتزندق، فكانوا فقهاء زنادقة، وكانوا قضاة زنادقة مرتشين، كانوا حافظين القرآن وقضاة وكانوا مرتشين زنادقة لأنهم لم يتحققوا. وفي ناس تكلمت بالحقيقة وعملت الشريعة فتفسقوا وادعوا ان هم متصوفة فكرهوا الناس في التصوف. وعشان كده ألف الرسالة دي مخصوصة علشان تجمع بين الشريعة والحقيقة، لان هو ده الكمال، لان الله جاء بالشريعة والحقيقة والنبي جاء بالشريعة والحقيقة. خدت بالك؟ نرجع تاني ميتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله الله متصرفا في الاكوان، ايه المشكله؟ كما جعل الملائكه تسير السحاب وتسير الريح. ما هو النبي ادنى حالا من الملائكه؟ بل هو اعلى الاكوان صلى الله عليه وسلم. فاذا كان ربنا وصف الملائكه بالتدبير، لما اقول النبي يدبر الامر ايه المشكله يعني؟ يبقى بالمعنى المجازي. احنا بنتكلم اهو لما جوه الازهر ولا قاعدين في زاوية في زقاق؟ يبقى لما نكلم العلماء يفهم العلماء، خدت بالك؟ يبقى النبي يدبر الامر، يدبر يضر وينفع، يضر وينفع. بالله هيقول لي برضه ما هو بالله يا ابني، هو الاحسن هتتلحق؟ ما هو كله بالله. ما احنا قايلين لا حول ولا قوة الا بالله، دي عنوان مستشعرينها في كل لحظة. لا يحدث حركة ولا سكون في الأكوان إلا بالله بفعله ومدده، فهو الفاعل. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن تتعين هذه الصفات في صور محسوسة لأنه لا يرى،
فخلق ما يحس ويرى ليتصرف في خلاله ومن خلاله وبخلاله. فالفاعل الحقيقي هو الله بس، ادي كل الحكاية. لان الصفات عرض لابد له من محل تقوم فيه، مش انت عارف المنطق ايه هو العرض وايه هو المحل والحاجة دي. فالصفات عرض اكتملت تعينا في النبي صلى الله عليه وسلم وهي صفات الله، فصار متصرف مدبرا. يجيله الجيش مش لاقي يشرب، يحط يده الشريفة يطلع الميه من ايده. انت مش مصدق ان هو بقى له التصرف في الاكوان، لانه خليفة. اذا كان الوقت لما يجي مثلا رئيس الجمهورية يمشي يسافر يسيب النائب بتاعه له نفس صلاحيات رئيس الجمهورية، يوم يمضي يأشر التأشيرات كلها تتنفذ كأنه رئيس الجمهورية موجود. هذا معنى الخلافة المحمدية. الله سبحانه وتعالى جعله متصرفا في الأكوان، بل خلق الأكوان لأجله. فازاي ما يتصرفش فيها؟ ده هو خلقها لأجله. ده أنت مش واخد بالك، هي الأكوان أقوى منه؟ لا. ده هي خلقت لأجله وله. ولولا إرادة الله أن يكون له في الأرض خليفة ما خلق أرضا ولا سماء ولا ملائكة. فهي الحكاية كده، ده خلق الأشياء دي كلها. وأنا قلت لك الآن الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم. مش قلت لك الحتة دي قبل كده؟ طيب خلاص، يبقى خلق الحاجات دي كلها. وهو تمني ربك في القرآن ولا فيه والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم يعني خلق الأكوان لنا وخلقنا نحن له. فإذا كان إحنا المعتدين هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الأكوان لأجلنا، فما بالك الذي هو مهبة مراده من عباده ومحط نظره من عباده. يبقى النبي، يبقى الأكوان مش هتنفعل معاه؟ تنفعل معاه. ده كانت بتكلمه الحيوانات في البرية، ده كانت الأشجار تطيع إشارته الشريفة فتأتي إليه على ساق بلا قدم. كل حديث صريحة واضحة. وكان الواحد منهم يتقطع ذراعه ويجيبه له كده مقطوع يرده له، ويجيله ويجيب له عينه في ايده يردها له يبصر بها ولا تمر. ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة اللي هي خلت في مخ المشكلة؟ انا عارف الجماعة اياه هم اللي عملوا المشكلة دي، لكن طول عمر الصحابة كانوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم متصرف. لان الصحابة لو عارف ان النبي مش متصرف كان يجي له وعينه في خده كده يديها له ويقول له يا رسول الله لا النساء تعيرني. انت عارف القصة. فربها له صلى الله عليه وسلم. اللي اعترض على التصوف حتى ولو من العلماء اعترض على صورة معينة كلنا معترضين عليه، بس كل واحد بيعترض على الصورة اللي بذهنه. فهمت ازاي؟ زي واحد بيعترض على الاسلام لانه متصور ان الاسلام هو من المسلمين الخيبانين دول، لكن لو ازلت من ذهنه هذه الصورة اللي يعترض عليها هيقبل الاسلام. خدت بالك ازاي؟ فاي معترض لازم افهم الصورة اللي بذهنه ايه الاول. يمكن لو قال لك الصورة اللي بذهنه تقول له انت كمان انا معترض عليها زيك بالظبط، يجي معاك احنا الاثنين معترضين، بس الفكرة ان انا مش عايز اسمي الصورة دي تصور. بس خدت بالك؟ هي المسألة. لا شك لان دخل فيهم من ليس منهم، وعشان كده قال في الرسالة دي الامام القشيري دخل في كل طائفة من ليس منهم، دخل في علماء الحديث والضعين وكذابين وقالوا كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم عارفين انه بيألفوا عن النبي، دخل في الفقهاء ناس اونطاجيه لدرجة ان قالوا مثلا ان المصلحة هي شرع الله ولو خالفت النص، ومنصوص عليها في الكتب اللي يقف في الوصول. ففي كل طائفة دخل فيها من ليس منه، يعرف دي حقيقة في كل طائفة. والعلماء فيهم ناس لابسين لبس العلماء وهم اجهل من باب، وفي الاطباء في ناس بيضروا المرضى وهم معاهم شهادة الطب وهم مش اطباء. في كل طائفة كده، في كل طائفة. انت ما تقلقش نفسك، احنا عايزين نعرف الحق بس. ما احنا بصدد اننا نشرح الرسالة دي ليه؟ علشان
نعطي لكل ذي حق الحق حتى لا نسيء فهم اولياء الله، لان اولياء الله الصالحين من عاد لي وليا فقد اذنته بالحق. وفي ناس من كثر اساءتها في فهمها للتصوف فبسوء نية او بحسن نية بقوا يعيبوا في الاولياء فحرموا خير كثير، لان لما تعيب في الولي ربك سبحانه وتعالى حيمدك بمدد التجليات، لا حيمدك بمدد الحجاب، تفضل محجوب على طول. فانت بالك طول ما انت بتعيب في الاولياء يفضل ممدك برضه، لان اصل لو ما امدكش مش هيبقى ليك وجود. لكن كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محجوب. فانت عايز تاخد عطاء بقى الفهم الرائق والحقائق على حقيقتها، ولا عايز تاخد الامور من وراء الحجاب؟ ان اعترضت اخذتها من وراء الحجاب، وان لم تعترض ربنا سبحانه وتعالى، لان اللي ما بيعترضش متواضع لانه بيفتهم نفسه، فمتواضع ومن تواضع لله رفع. انت ليه بتعترض؟ لانك معترض بنفسك، فاهم انك فاهم وغيرك مش فاهم فمعترض. انما اللي مش معترض حتى لو فاهم بينسب ايه؟ الجهل لنفسه والتقصير في نفسه، وربما تكون الامور على غير فهم، فيوم يتواضع. فلما يتواضع ربنا يرفعه ويعلمه، خدت بالك؟ فاحنا عايزين نتواضع لعل الله يعلمنا. مش معناه حاجه ان انا مش قادر ادركها معناها غير موجوده، لا، قد تكون موجوده وانا اللي مش عارف ادركها. نقول يا رب، يا رب زدني علم، اعلم الخلق كان يقول رب زدني علم، فما بالك واحنا هنعمل ايه بقى؟ نقول احنا ايه؟ الامام ابن عطاء كان يقول اللهم اني جهول في جهلي فكيف لا اكون، اني جاهل في علمي فكيف لا اكون جهولا في جهلي. جاهل في علمي يعني واحد في وسط تخصصه كده في اشياء كثيره يقول فيها لا اعلم، فهو جاهل في علمه، فما بالك بقى حاله فيما يجهله اشد جهلا. وايضا بعد وفاته، بل بالعكس، النبي صلى الله عليه واله وسلم كان جعله الله مؤثرا في الاكوان قبل ان يظهر صوره كحقيقه بنص القران. هو المشكله اننا حافظين القران ومش عارفين نخش في حقائقه. انت بتقرا ايه ليل نهار، واخد بالك ازاي؟ طيب هقول لك حاجه. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ايه اعلى المفسرين قالوا ايه في الايه دي كده؟ يعني اليهود قبل مبعث النبي بمئات السنين كانوا كلما حاربوا قالوا يا رب بالنبي اللي منتظر واللي احنا منتظرينه انصرنا عليه، يروح ربنا نصرهم بمدد النبي. ايه رايك بقى؟ او كان قبل ان يولد. طيب الفيل ليه ربنا صرف عن هدم الكعبه ومكن ذي السويقتين الحبشي في اخر الزمان ينزع هذا الحجر؟ يعني ذي السويقتين الحبشي ده اقوى من الفيل؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليه ذي السويقتين دليل انه نحيف الجسم وضعيف، واخد بالك ازاي؟ لدرجه النبي وصفه برجلين اللي عامله زي عصاية، خدت بالك؟ وده ربنا هيمكنه من الكعبه يجزعها حجر حجر. ايه رايك بقى في اخر الزمن؟ طب ليه ربنا صرف الفيل عن الكعبه وهو اقوى من السويقتين؟ علشان لسه النبي اراد ان يظهره الله في الاكوان بعدما بطن فيه، فحفظ الكعبه بمدد النبي. مين اللي حفظ سيدنا عبد الله من الذبح وسيدنا اسماعيل من الذبح قبل سيدنا عبد الله؟ هو وجود سيدنا رسول الله في اصلابه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بينتفع به قبل ان يظهر، فكيف لا ينتفع به بعد ظهوره؟ فهو الحكايه في خلل في مخهم. ها؟ ها؟ انا بقول لك انت ما خدتش اصول، انت طالب في الازهر مش خدت في الاصول حاجه اسمها من باب اولى؟ اذا كان قبل ان يظهر انتفعنا به فما بالك بعد ظهوره؟ يبقى انتفع بعد ظهوره من باب اولى.
صح ولا لا؟ يبقى احنا لما بقول لك الادنى تستفيد بالادنى على الاعلى، ولا تقل لهما اف، يعني ما تضربهمش. فين؟ ها؟ كل الانبياء. ايوه، ربنا سبحانه وتعالى بيجعل النبي في وقت ظهوره مدبرا بالاكوان وقت ظهوره للناس، لانه تتحقق فيه الخلافه كلها، وكلهم من رسول الله ملتمس رشا من البحر او غرفا من الدين. فلما ظهر النبي اندرج النبيين تحت لوائه فهم منه اولي. نعم، دي المساله سهله. وفي غياب شخص النبي بالبرزخ يظهر الله اولياءه ظهورا والنبي بطونا، فتجد الاكوان منفعله معهم بالكرامه وهي في الحقيقه معجزه للنبي. وليتهم. ايوه باذن الله. امال تفسر الكرامه ازاي؟ امال بتفسرها الكرامه ازاي؟ ما هي الكرامه كده. ما هو كلها، ما هو النبي برضه يدبر الامر، يعني ربنا يجري على دير التدبير، مفيش فرق. هنقول لحسن يا شيخ سيد، سيبك من لحسن، ما احنا عرفناها والله مؤمنين بيها. اقسم بالله اننا مؤمنين انه لا حول ولا قوة الا بالله، لا نبي ولا رسول ولا ملك يستطيع الا بالله. ما احنا بنتكلم اهو الظاهر اهو. ده ظاهر، ده الناس شافوه بعينيهم. انا بتكلم على التعبير. النبي صلى الله عليه وسلم شافوا بعينيهم انه هو بيؤسس الاكوان قدامهم، لدرجة ان الصحابة لما كانت تعطش في الصحراء تروح له. طب هو بير مية؟ هقول لك ليه بيروحوا له يعني؟ يعني هما بيضيعوا وقتهم يعني، ولا كانوا مش فاهمين يعني؟ يعني نجيب الشيخ سيدي فاهم الصحابة يعني؟ مش الشيخ سيدي يعني، يعني الفهم يعني، هو رمز على الفهم. وان كانوا على اسم سيد سيد الاكوان. سيدنا رسول الله ما نقدرش نتكلم. ها؟ يا سيدي اسمعني بس. يبقى النبي بعد وفاته ما زال ايضا منتفع به صلى الله عليه وسلم، وما زال يمد الامه بمدده صلى الله عليه وسلم. ايه المانع يعني؟ ايه المشكله اللي هتنبني عليها شركه في الحته دي؟ احنا نريد ان نعبر عن هذه المعاني بالالفاظ، لا تقول للسامع بهذه. ايه عمر طول عمر الناس ما بيوهموش بالحكايه دي يا شيخ سيد. انت اللي متوهم. والله انت اللي متوهم. طول عمر الناس عارفه ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا بيجري الخير على يديه، فكانوا يجروا للنبي وعارفين ان هم بيلتقوا زي ما بيجروا للميه. اسمعني بس، زي ما بيجروا للميه يشربوا. طب ليه نهم الناس ونخليهم يشربوا من الميه ويرتووا؟ ما ربنا اللي بيروا. طب ما نخليهمش بقى يجروا للميه لما يشربوا. تعرف بقى ناس تجري الميه؟ لحسن يبقوا مشركين، يظنوا ان الماء يروي بذاته، فاوعى تشربوا يا خلق الله. يا شيخ سيد اسمعني، النبي صلى الله عليه وسلم اقوى من الماء والهواء. لا شك. خلاص، طب نمنع الناس من الهواء لا يظنوا انهم يحيون بالهواء؟ لا، نعبر عن هذا المعنى. وانهم يحيون بالماء؟ طب ما فيش حق ما هو، ما احنا بنقول لحسن. احنا كل شويه بنقول لحسن. احنا قايلين كده يا شيخ سيد، ايه المشكلة يعني؟ دي واضحة خالص. الحكاية واضحة خالص. ربنا بينفع بالأنبياء حتى بعد وفاتهم. حتى وهم في البرزخ ربنا بينفع بيه. مش بالأنبياء بس، وبالأولياء. وبنص القرآن. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وسيدنا إبراهيم ما يبقاله كام سنة يا جماعة. فوقه، مش أقل من 4000 سنة. مش أقل. لكن لحد دلوقتي واليوم القيامه مقام سيدنا ابراهيم اثر، وبس من سيدنا ابراهيم ادعاء عنده مستجاب. يبقى بننتفع بيه بعد وفاته ولا ما ننتفعش؟ نعم. وربنا بيقول لنا اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. بننتفع انتفع اليهود بسيدنا موسى بعد وفاته بسنين طويله. ان ايه ملقيه ان ياتيكم التابوت فيه بقيه من ايه؟ في سكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة.
يعني كان التابوت اللي فيه اثر سيدنا موسى اللي هو كان رميته فيه امه وهو طفل وحط فيه اثار من اللثه اللي كان ملفوف بيه، مجرد ان هم بس يرفعوه للسماء كده ينثاروا، يرفعوه كده في الحرب ينثاروا. ومال بس ما يعطى مش معترض بلاش دي. فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. اسمعني بس، ما ربك سبحانه وتعالى ليه امرنا ودبرنا؟ انت اصل غلب عليك الفقه فحجبت عن بالفقه عن الحقيقه بس، ما يضرش. ما انت برضه هذا الفهم مطلوب يعني، ما يضرش لكن ما يقعدش معانا يتعبني، لكنه مطلوب حلو كويس. لكن احنا بنحاول نفهم ما وراء الامر. هو انا بعترض ان ربنا ايوه تاخذ المخيم، انا بقول لك ليه ربك سبحانه وتعالى بيه؟ عشان يبين لك مقام الانبياء ان اثرهم ما زال ينتفع به. اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا وياتوني بأهلكم اجمعين. طب ما هي دي واضحه. ومعاك حتى ان شاء الله. الله. عارف لو الشيخ سيد كان يقول له سيدنا يوسف قول ان شاء الله. الشيخ سيد كان هيقول له كده. قال يعني الشيخ سيد هيفهم سيدنا يوسف. ما يقدرش. سيدنا يوسف والله لو قال له كده هيقول له ان شاء الله. مش هيزعل منه. لأن هي المشيئة موجودة جوه قلبي. المشيئة دي جوه قلبي. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي إيه؟ يأتي بصيرا. يا إيه ده؟ إيه ده؟ إيه التصريف ده؟ إيه التدبير ده؟ ده أنت ما تقدرش. ما تقدرش. ما هو لو كان هقول لك حاجة، لو المسألة ربنا يريد إنه يجعله بصير من غير هذا السبب الظاهر. كل ما كان خلاص. يقول لهم روحوا ان شاء الله على ما اما توصلوا هتلاقوه بيوصل. لكن ليه قال لهم خدوا قميصي؟ فما علشان ربنا سبحانه وتعالى يبين لك انك انت اذا اردت ان تصل للنتائج عليك ان تاخذ بالاسباب. ومن الاسباب اثار الانبياء. الاسباب القويه. فالانتفاع بهم في حال غيابهم وارد اهو. قميصه نفعه وهو مش موجود سيدنا يوسف جواه. وسيدنا ابراهيم مقامه ينتفع به اجابه الدعاء وقد توفى. واحنا عايشينها ايه؟ حياتي خير لكم ومات خير لكم. اشمعنى بقى النبي بقى وهو افضلهم تقول انه لا ينتفع به اذا كان ينتفع بغيره هو؟ بنص. طيب تقول لي بقى ايه ان ده خط بالانبياء؟ ما انا عارف عقليه الناس دي. هقول لك ده خط بالانبياء، انت بتتكلم على الاولياء. طيب وكان ابوهما صالحا. في سورة الكهف ده كان نبي؟ لا. كان نبي يا شيخ سيد؟ انما اخبر من يعلم بحاله. طيب. يعلم السر وعلى النيات. ايوه كويس. اسمعنا بقى، اسمعني بس، ما احنا لما نحسن الظن ما يضرش. بل احنا مطلوبين بحسن الظن. طب ما احنا ما بنجزمش، هو حد بيجزم لما بياخد بالسبب ان ربنا يقبل؟ حد قال كده؟ ده ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويجزم ان الله قبل دعاءه الا لما ربنا يحيي له قبل. ده هو النبي، محدش بيجزم. خد بالك ان احنا لما نقول ان دي اسباب قويه لا نجزم بانها فاعله. في فرق بين سبب قوي وانه فاعل او غير فاعل، دي مساله ثانيه. فاحنا لازم، ما هو كل شويه عايز يخليني اقول له لحظه، لكن احنا بنكلم ناس فاهمه. احنا لما بنقول ان الدواء ده دواء قوي في المرض ده، معنى دواء قوي في المرض يعني معنى ايه؟ يعني غالبا لما المريض اللي بيمرض بهذا المرض وياخذ هذا الدواء غالبا ربنا يجري الشفاء. لكن في دواء ثاني ضعيف يعني نسبه حدوث الشفاء معه اقل. واخد بالك؟ معه لا به. فهمت ازاي؟ افهم. وكذلك الاخذ بالسبب، نسبه قبول الدعاء معه اقوى من غيره. بس ولكن ربك ممكن يقبل دعائك من قبل ان تدعو. بمجرد تحرك قلبك بس كده. لان ربنا كريم. ادي المساله، احنا بنتكلم في اسباب. بس اسباب للقبول ربنا جعلها لنا اسباب. هل ينتفع بالولي بعد وفاته؟ اه ينتفع، وكان ابوهما صالحا. هل ينتفع بالنبي بعد وفاته؟ نعم ينتفع. ما
واخد بالك؟ دي ادله من القران وادله من السنه في الاسراء والمعراج. سيدنا موسى لما راجع النبي صلى الله عليه وسلم علشان يخفف الصلاه من 50 ل 5 كان ميت ولا كان صاح؟ كان منتقل في البرزخ. نعم. وانتفعنا بيه ولا ما انتفعناش؟ كان زمانك يا شيخ طيب بتصلي 50 مره في اليوم. ما كنتش حافظ ده تقعد القعده دي. ادي سيدنا موسى. سيدنا موسى نفعنا الله به في الدارين. امين. واخد بالك؟ هو ربنا ادالك اللمحات دي كلها عشان تفهم بس. هذه المساله. والا يعني ايوه. وسيدنا ابراهيم ما انتفعتش بيه بعد وفاته وقال لهم اخبر اخر امتك مني السلام واخبرها ان الجنه في عام وتربتها طيبه وان غرسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله وحده. يبقى انتفعنا بيه بعد وفاته ولا لا؟ وابلغنا بعد وفاته وحيا ولا ما ابلغناش؟ بعد وفاة فالانبياء ما زالوا احياء عند ربهم منتفع بهم لا شك في هذا. لا يشك في هذا الا وهابي. واخد بالك ازاي؟ وهابي تيمي مش وهابي معتاد، وهابي تيمي كمان يعني متاثر بالاقوال التي نسبت لابن تيميه لعلها تكون نسبت اليه لانه كان علمه اقوى من ان يتقال الكلام ده على الفقه. لان لما تيجي تقرا كلامه في الفقه تجد انه كان راجل العقليه فذ، وتيجي تقرا كلامه في الحاجات دي تجد انه ده مش متناسب مع العقليه العظيمه دي. تقول مثل هذا الكلام ويفوت عليه مثل هذه الحاجات البسيطه اللي العام كان يعرفها وحل الاشكال، وهو جعلها مشكله في التوحيد وهي ليست فيها اي اشكال. واخد بالك؟ ربنا ينجينا. فما زال النبي ينتفع به بعد وفاته اكثر مما كان ينتفع به في حال حياته صلى الله عليه وسلم اكثر. وكل لحظه يزداد الانتفاع بالنبي لان كل لحظه النبي في حل ارقى. اللي يظن ان الوفاه للنبي تبني يعني نعمل فيه ايه ده؟ خلي الشيخ سيد كفقيه ده يقول لنا. اللي ينسب للنبي اي تبني يبقى شكله ايه يا فقهاء؟ مالناش ده. بل كل لحظه النبي ترقى. وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. لهم ما يشاؤون عند ربهم، ده في الاولياء المعتدين. يبقى النبي لما يشاء حاجه في قبره ربنا ما يديهالوش؟ اخس اخس يا وهابي. ما بيقولوا كده والله. يقف عند القبر الشريف يقول لهم مات مات، يقولوا للزوار كده مات مات. مش شفتهم؟ والله يقولوا كده لحد دلوقتي. وواحد تاني ولو واحد تاني دخل كده، واحد تاني دخل قال له ليس لك من الامر شيء وراح مصلي ركعتين تحية المسجد. اعوذ بالله من الشيطان. حاجات غريبة الشكل، تصرفات عجيبة. لما خلوا الست المصرية اللي كانت بتزورهم تقول لهم يا رسول الله ايه اللي جابك هنا عند المسجد؟ ما تشوف ابن بنتك احنا عاملين له ايه هناك في مصر؟ الست المصرية بلدي خالص ما بيعرفش حاجة. اتأذت يعني مجرد انها سمعت الكلام اتأذت بقى. هي جايه من اخر الدنيا فرحانه بالنبي، سمعت الكلام الجاف ده وتيجي هنا تزور سيدنا الحسين تلاقي الناس ايه متيمه. قالت بقى ايه اللي جابك عند الناس؟ ربك سبحانه وتعالى. والله من بتوع الحراس. لا واحنا مش باختيارنا، هو اختيار ربنا احسن اختيار. اختيار ربك احسن اختيار. ولا يا ريت يا رمش يا ريت. هو اختيار ربنا كريم فضلك واسع. نعم. هل هذا يوحى عن جهه منه ان سيدنا موسى كان احرص على امته؟ لا لا، هو ربنا سبحانه وتعالى اراد انه يعطي لكل انسان مقام تفهم منه الفضل. اولا سيدنا موسى كان يتلذذ بمناجاه النبي بعد مناجاته لربه، لانه كان حرم من المناجاه بالرؤيه سيدنا موسى وكان ياملها. فلما راى وجه النبي وتهلل انوارا بعد المناجاه فقال خلاص اناجي من ناجاه. الله الله. فربنا سبحانه وتعالى ادى لسيدنا ابراهيم سيدنا موسى حظه من الرؤيه برؤيه المصطفى بعد الرؤيه. فاستزاد منها سيدنا موسى كل مره.
ادي كل حاجه. فربنا بيكرم سيدنا وبعدين بيعلمنا لمحه ثانيه، ان سيدنا موسى من امه النبي برضه، وان الانبياء كلهم حاجه واحده، واخد بالك؟ وبيعلمنا حاجه ثالثه، ان سيدنا موسى ينتفع بيها وبعد وفاته ان تحبه، لان عارف اليهود هيعملوا فينا ايه؟ لحسن كراهيتنا اليهود تنعكس على نبيه. فربنا اراد ان ينزع حتى اي حاجه متعلقه في صدرنا من ناحيه سيدنا، ونفضل نحبه على طول مهما عملوا اليهود فينا اللي عملوا، لكن نفضل نحب سيدنا موسى، ونحن اولى بسيدنا موسى منه. واخد بالك ازاي؟ لان تملي لما بتكره طائفه بتكره اللي بينتسبوا ليه كمان. طبيعه البشر كده. فربك سبحانه وتعالى اراد ان ينزع الحاجات دي كلها، فاداك اللمحات الحلوه دي كلها. لكن كان ممكن من الاول يقول له خمسه في اليوم والليله انتهى. ما هو عنده كده. عند الله كده هي خمسه من اليوم والليله. هي ما تغيرتش، لا يبدل القول لديه. ولكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يظهر فضائله وفواضله على عباده. عشان يعلمنا بس، ادي كل الحكايه. طب ما هو ربك سبحانه وتعالى قادر ساعه يوم الشفاعه ويوم القيامه ان الناس كلها تروح لسيدنا محمد على طول. فتتقضي الحكايه. يقوم يدلهم الاول، يدلهم الاول يبعدهم عن سيدنا محمد الاول، علشان يجربوا كله، وفي الاخر تيجي محمد يقول سيدنا محمد يقول انا لا، يقوم ساعتها يبين كرامتي على رؤوس الاشياء. فده ترتيب ربك، ترتيب رباني علشان يبين لك لكل ذي مقام المقام. واخد بالك؟ وما منا الا له مقام معلوم. ادي المساله بس عشان تزداد علم. هو ربنا عايز يعلمك بس. ارجو ان سيادتك ما تتضايقش من المناقشات دي. لا انا ما بتضايقش، بس انا بتعطل، انا نفسي اخلص المقدمه قبل ما اموت. سيدنا الشيخ علي اول ما بدا الدرس هنا من حوالي 5 سنين، قعد حوالي يمكن 6 اشهر يوميا من الصبح من 7 ل 12 مفيش كلام خالص الا ابن تيميه وكل الزخم اللي كان مطلعينه كله 6 اشهر. لما الواحد خلاص بعد كده ما فيش حد جاب سيرته ابدا. طب اشمعنى بيجيبوا سيرته؟ اللي انا جاي فاكر ان الشيخ علي عمل المشكله يعني حرس حرسا وجاي انا ابذر بذر. لا سيادتك بدات الكلام اللي سيادتك بتتكلموا دوت تاني سنه من زمان وجديد على لعلمك الناس حاسه بيه والناس عايشاه. والله الناس عايشاه والشيخ زي نفسه عايش بس هو مش واخد باله من ورائي وراه. والله بس هو ده المهم ان المعنى قد ايه قد إيه يخطئ الانسان في اللفظ، لكن العبره بالمعنى. واخد بالك؟ يعني ممكن الانسان يخطئ في اللفظ والتعبير ما يدرس، لكن ربك ينزل بالمعنى. هو الهدف من الالفاظ المعاني وليس في الالفاظ. فطالما احنا متفقين في المعنى ربنا يكرمنا جميعا. بس ما يطول درس معاك. ما انا مطول اهو. ايوه اتفضل. يعني حابب أمة النبي عليه صلى الله عليه وسلم. مين قال لك؟ مفيش تدني. ده احنا أعلى الأمم يا ابني. ده أنت مش واخد بالك خالص. تدني إيه؟ تدني عشان مش لاقيين ناكل؟ هو العلو بالأكل والشرب واللبس. يا عم يتكلبوا ويعملوا اللي يعملوه، لكن احنا أعلى الأمم يا ابني. والله دي حقيقة. الحجة والبرهان معنا والعلم معنا. وحب الله ورسوله معنا وذكر الله معنا، نحن اعلى من الناس دي كلها، ده هم بيحسدونا عشان كده بيتكلموا عليهم. ده هم شايفين الانوار اللي احنا مش شايفينها لاننا عايشين في الانوار اعتدناها. وهم شايفين الانوار اللي احنا شايفين عايشينها فكرهنا. عشان هم مش عارفين يقتسموها معنا. لانهم محجوبين عنها. لان في فريق في الجنه وفريق في السعير. لان حقت عليهم كلمه الخذلان. وحقت على امه النبي كلمه التوفيق. فهمت ازاي؟ فتملي المخذول غيران الموفق. ولو كان المخذول ده راكب طياره والموفق ماشي في وسط الوحش. يبقى المخذول برضه قرفان منه. هي دي المساله. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. يا ابني احنا اللي اتبعنا سيدنا عيسى. امال انت فاكر النصارى هم اللي اتبعوه؟ ده احنا اللي اتبعنا سيدنا عيسى. ما هو هينزل معانا احنا يا ابني ولا هينزل مع دوس؟ طيب هو مين اللي اتبع سيدنا عيسى؟ اللي امن بسيدنا محمد، صح ولا لا؟ ولا اللي اتبع سيدنا عيسى اللي كفر بسيدنا محمد؟ يعني صحح نخر.
ازهري ويقول لي الكلام ده، هو الازهر من علامات القيامة. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة، اللي هم امة النبي اللي هم اتبعوا سيدنا عيسى، اللي ماشيين ورا الحواريين وقالوا يشهد بأننا مسلمون. اقرأ القرآن امشي كده. فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري لله، قال الحواريون آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هذه المسلمون اللي اتبعوا سيدنا عيسى. فالذلك ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. امشي بقى بالعيب بالسياق كده عشان تفهم من اللي اتبعوه ده. واخد بالك؟ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك اللي هم المسلمين. مش هم كده؟ افهم السياق والسباق. فيبقى احنا اهو فوق الذين كفروا يوم القيامة. إن لم نكن فوقهم بالسلاح ففوقهم بالحجة والبرهان. خدت بالك؟ والعبرة بالحجة والبرهان. هذه المسألة. فاحنا فوقهم برضه، ما تفتكرش إن ده هم متوازين إننا فوقهم. وهم معاهم الأسلحة النووية وإحنا حافيين وفوقهم. حاجة مش دي على الغيظ. الله يكون فوقهم. متوازين برضه على الغيظ. ربنا يهديه. يقوم ينزع من قلوبهم الغيظ. ايوه طبعا ده على طول، لله عز ورسوله المنيع على طول ليوم القيامه. ما تفتكرش ان المسلم ده في ذله في اي لحظه ابدا. ده ايه العزه عنده على طول، معاه على طول في كل لحظه. جعان تلاقيه عنده عزه، تعبان عنده عزه، شبعان عنده عزه. هو العزه معاه كده بقت جزء في لحمه ودمه. خدت بالك؟ بس ربنا سبحانه وتعالى لا ينزعها منا حتى نلقاه وهو راضي عنه. واشهد ان لا اله الا انت، واشهد ان سيدنا محمدا عبده المصطفى وامينه المجتبى. اصل انت لما تعرف رسولك تعرف ربك. اللي مش عارف سيدنا رسول الله بالحقيقه دي معلوماته عن ربه ضعيفه برضه، علشان كده خايف يقع في الشرك. لانه متصور ان ربنا سبحانه وتعالى مقامه اقل من مقامه سبحانه. مقامه قريب من مقام العبد. فلما تيجي ترفع عبد شويه يقول لك لا لا ده كده هيقرب، الحق هتبقى مشرك. لانه عمل لله اصلا مقام عنده ضيق. لكن اللي منزع الله عالي مهما علا العبد فالله فوق كل العباد. فتلاقي ما عندوش حته في مشكله لحسن. تلاقي الثاني لان مقام الله عنده عالي في قلبه. ايه ده؟ لا مهما رفعت في قدر نبيك وقلت فيما قلت لا يمس مقام الالوهية. وعلى شكلها مفيش حاجة اسمها شرك. شرك ايه عند المسلمين؟ لما رفعوا مقام النبي على مر العصور ولم يعبدوا النبي. حد عبد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم اللي خايفين بقى يعبدوا الولي. اذا كان ما عبدوش النبي يبقى هيعبدوا الولي. قلت يقول لك لحسن برضه. لحسن احنا عايزين نشتبه. ده اللي عبيده بقى له 200 سنه بس. قالوا ايه بقى له 200 سنه بس. لا خالص، ده اللي هي طلع الكلام ده كده، نصب هذا الكلام لابن تيميه في عصره، وبعدين فضل مخطوطات ما حدش يدرى بيها لحد ما جم المستشرقين لما درسوا مخطوطات المسلمين علشان يحاربوا الاسلام والمسلمين. من حوالي 200-300 سنة بعد الحملة الفرنسية ابتدوا عملية ترجمة الكتب والاطلاع بالمستشرقين على كتب التراث عشان يجدوا في وسط تراث المسلمين ما يشغلهم عن قضيتهم. فطلعوا بقى الايه الحاجات الزخم العديد ده. لقوا ان في واحد اسمه ابن تيمية في المخطوطات بتاعته كلام يحول بين الناس وبين حب النبي. يحول بين الناس وبين زيارة قبر النبي. يحول بين الناس وبين حب آل بيت النبي. يحول بين الناس وبين اعتقاد أن الأولياء ربنا يجري على يديهم النسى حتى ولو بعد وفاته. وإن المسلمين استقر في روعهم خلاف ذلك. فلو أظهرنا هذا التراث هيشبكوا في بعض. يوم ما يشبكوا في بعض ناخد إحنا منهم اللي إحنا عايزين. وده اللي حصل. اللعب فراحوا طلعوا الكلام ده كله وطبعوه طبعات عظيمة. وفقط
فقط قدرا الحكاية دي بتقدير الله، لان ربنا برضو قاهر فوق عباده عشان تتحبك الفتنة. وفقط قدرا طلوع واحد في جزيرة العرب متطلع لانه هو يفرض سيطرته على جزيرة العرب من عيلة سعود، وطول عمر جزيرة العرب اللي يحكمها اشرف قرشيين، وهو من نجد لا شريف ولا قرش، واستقر في روع الناس على مر العصور ان اللي يحكم الاراضي الحجازية اشرف قرشيين كويس، لكن هو عايز بالسياسة يسيطر على الاراضي الحجازية ويفعودها، واخد بالك ازاي؟ فلقوا ده كده. وابن تيميه بيقول ان آل البيت زي سائر الناس، ولا فضل العربين على جميع الا بالتقوى، ويا فاطمه اعملي ما شئت اني يلهوني عنك من الله شيئا، والكلام اللي هم قعدوا يعيدوا ويزيدوا فيه ده. فقالوا ان الكلام ده مكتوب في كتب ابن تيميه، خدت بالك ازاي؟ وعبد العزيز ال سعود ده راجل اهو مسلم وعربي، لما نعينه على ان هو يسيطر على الاراضي الحجازيه من خلاله ناخد اللي احنا عايزينه، ويبقى عندنا المسوغات الدينيه اللي بيها يعني ايه تمهد ليه سياسيا، واخد بالك ازاي؟ فربوا واحد اسمه محمد عبد الوهاب، ربوه على عينيهم، واخد بالك ازاي؟ المخابرات الانجليزيه، ونشروا ذلك في الصحف للي بيطلع، اللي ربوه اصلا المخابرات الانجليزيه، هم مش ربوه، هم لقوا مخه طائق كده من طالع لوحده جاهز. ما هو كل شويه بتلاقي واحد مخه طائق يطلع كده من وسط المسلمين ما يضرش في كل عصر، بس المسلمين بيستوعبوه خلاص وانتهوا. ده لقوا برضو ايه من حسن طالعهم، واخد بالك ازاي؟ ويعني لقوا الراجل ده طالع بيقول الكلام، لدرجه ان اخوه كان بيحاربه وبيهمه الشيخ سليمان، فلقوا ان ده طالع كده شاذ كده ومخه كده، لقوا ان مخه ده اللي بيقوله ده يشبه الكلام اللي مكتوب في المخطوطات عن ابن تيميه. فراحوا وفقوا الاثنين في بعض، ويا بخت من وفق راسين في الحلال، واخد بالك ازاي؟ بكلمك ده اللي حصل يعني ببساطه. فراحوا حطوا ده مع ده، واخد بالك، وخلوه ده اللي مسؤول عن الفتوى الدينيه في الحركه اللي هي السعوديه، خدت بال حضرتك؟ وفق ده كله بقى ظهور البترول والغنى، فاستغلوا ده كله في نشر كتب ابن تيميه في احسن الطبعات بعدما كانت مخطوطات لا تنشر، وبقت توزع على جميع بقاع المعمور. ومش كده وبس، ولما ظهر البترول وزاد الفلوس عندهم بداوا الناس يتعاقدوا عندهم ويشتغلوا طلبا للرزق، وفي نفس الوقت في البلاد الاسلاميه منعوا التعليم الديني، واخد بالك، واظهروا التعليم المدني، فبقى يجي لهم اطباء ومهندسين ومحاسبين لا حافظين قران ولا يعرفوا حاجه، رايحين يتعاقدوا طلبا للرزق، فيروحوا هناك يروحوا ياخدوهم، يقعد هناك سنه 2 10 20 يوزعوا عليه كتب ابن تيميه، هو عمره ما كان عنده كتب دين اصلا قبل كده، فبدا يقرا الحاجات دي على ان هي الدين، واصبح يقاتل من اجله، وكانوا جنسيات مختلفه. فانتشرت الدعوه الوهابيه في كل انحاء العالم، تروح باكستان تلاقيها، تروح بافغانستان تلاقيها، لان كل دول كانوا متعاقدين. ومش كده وبس، وفي مواسم الحج والعمره لا تنتهي جميع الجنسيات بتروح لهم، يوزعوا عليهم منشورات بينقذوا الامه من الشرك. قال يعني كل الامه مشركه وهم بينقذوهم مساكين. واخد بالك؟ فقعدوا تنتشر الدعوه الوهابيه انتشار رهيب، واخد بالك ازاي؟ في اذهان المسلمين. واصبحنا دلوقتي بيحارب ديننا في كل لحظه، واحنا قاعدين نتخانق جوه الجامع، نقول سيدنا محمد ولا نقول محمد من غير سيدنا؟ نصلي على النبي جهرا بعد الاذان ولا نقولها سرا بعد الاذان؟ تكبيرات العيد نقولها بالزياده ولا نقولها بالنقصان؟ نقولها جهرا ولا ما نقولهاش؟ نقعد مع بعض نذكر باسم المفرد ولا باسم غير مفرد؟ جهرا ولا مش جهرا؟ جماعه ولا مش جماعه؟ وقعدنا بقى في قضايا غريبه، يجوز التوسل بالاولياء ولا لا يجوز؟ التوسل بالنبي جائز ولا لا يجوز؟ ينتفع بيد عرفات ولا ينتفع؟ ازوره عرفات ولا ازوره؟ الكلام بقى ايه؟ الهلضمه دي. قعدوا يهلضموا المسلمين كده 150 سنه. يبقى هم عملوا المخطط ولا لا؟ بالظبط عملوه. لقوا ان الحاجات دي كلها هتخلي المسلمين ينشغلوا في فروع، واخد بالك، مش هي صلب الموضوع، لدرجه ان الناس طول عمر الناس يقولوا يا اول خلق الله يا خاتم رسل الله. لا. بعد الاذان ابتدوا يتناقشوا في البديهيات، يقول لك يعني ايه اول خلق الله؟ ده هو خاتم الرسل، يقعد يطلع له كده.
ويقول له يا نور عرش الله، يقول لك لا لا ده كتير عالي قوي، لسه بلاش نور عرش الله، لا ده كتير قوي، دي مبالغه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاسراء. والله سمعنا الكلام ده، والله انا مش بحكي لك اي كلام ولا بفتري عليهم، كل دي مناقشات. اما تيجي تقول له يا نور عرش الله، يقول لك ايه نور عرش الله، انت بلغت قوي يا شيخ، لا 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 بلاش كده، قول استغفر الله، استغفر شرك. طب هو العرش ده شرك؟ ده العرش مخلوق. هو انا قلت العرش خالق؟ تقول لي شرك؟ دي حاجه غريبه. ايه علاقه شرك يعني لما اقول يا نور عرش الله بذمتك؟ حاجه غريبه الشرك، ليس لها اي علاقه. وبعدين عنده اصل العرش، ليه بقى العرش عنده مهم؟ اصل العرش عنده في اعتقاده هو ربنا قاعد عليه، فازاي يبقى النبي نور وربنا قاعد على العرش؟ هو يقول لك مستقر على عرشك كاستقراري على الكرسي هذا. ايه ده؟ ايه الكلام ده اللي ما قالوش المسلمين ابدا قبل كده؟ حاجات غريبه في الشرك سمعناها عنه. انت بقى تقولها لنا، انت الراجل الخبير فيهم، عامل دكتوراه في الكلام ده. سمعناها منهم والله، انا سمعته في بعض دروسهم في المسجد المكي، واخد بالك ازاي؟ اصل انا كنت احيانا بعتكف في رمضان، واحيانا قليله كنت اقعد اسمع دروسهم علشان بس ايه يعني اعرف هم بيقولوا ايه. لكن زمان وانا طالب كنت قريت بعض كتابهم، قريت كتاب اسمه معارج القبول لواحد اسمه مش عارف، الكتاب ده يشيب، ده يشيب، تقراه تحس ان ربنا جسمه وقاعد كده. والله لو قريته تحس في الاخر كده ان ربنا جسمه، لدرجه ان انا لما قريته رحت اخده ثاني قلت اعوذ بالله من الشيطان، وقت كاتب كده لا يقرا هذا الكتاب الا على شيخ. وكتبت على الله ورحت جايله عندي، وبعدين بعد 20 سنه حرقت. خفت رحت ان ولادي يطلعوا بعد كده يقروه ولا ها؟ يعني كتب عجيبه في الشرق، ما تفهمش كانت دي فيها ايه. العقيده التحويه طول عمرها حلوه، اول ما شرحوها ظلموها. طول عمر العقيده التحويه جميله، تقراها كده جميل، طب اقرا شروحهم عليها تتضل. لان هم لما تيجي تقول يا نور عرش الله، وعند العرش ده قديم، لان هو ربنا هيبقى من غير عرش. هو متصور كده. احنا عندنا كان الله ولم يكن شيئا، ما على عرش ولا ماء ولا كرسي ولا حي خالص. وبعدين لما ربنا سبحانه وتعالى قال يخلق الاكوان، خلق الاكوان، ولا عرش من ضمن مخلوقات الله، وهو قائم بالله. مش الله قائم على العرش، ده قائم بالله، واخد بالك؟ ده العرش وما غير والعوالم كلها محموله بالله. فهو لما تيجي تقول يا نور عرش الله، وهو متصور ان العرش ده بقى حاجه مش عارف ايه، ما هو متصور ان ربنا جسمه مستقر على العرش بالجهه بالاشاره. خلاص بقى، فلما تيجي تعظم اي جسم يقول لك شرك، لان الله عنده جسم. فهمت المساله بقى؟ فهمت بقى العيب بقى اللي عنده؟ لانه اعتقد ان الله جسم. فاذا عظمت اي جسم يبقى اشركت. لو مسكت حاجات المقصوره ايش مشرك، لو مش عارف ايه مشرك. تيجي تقبل الحجر يروح نذكرك بقول سيدنا عمر، اشهد انك لا تضر ولا تنفع. انا عارف انه لا يضر ولا ينفع، وانا مش عارف انه لا يضر ولا ينفع، لا يضر ولا ينفع. لكن اذا كان في ناس هيبقى بالله، ربنا هيشهد، هيخليه يشهد يوم القيامه. بس فانا بس انا عايز اسجل اسمي عنده بس عشان يشهد لي قدام الله، لان ربنا جعله اداه تسجيل في الدنيا. فانا عايز بس اسجل اسمي في ديوان التشريف بس، لكن لا بعبد الحجر ولا بعبد الكعبه. وانا لما بعظم الكعبه ابقى عبدتها؟ طب اشمعنى لما تيجي تعظم النبي يقول لك هتعبده؟ اشمعنى يعني؟ هو النبي افضل ولا الكعبه؟ النبي طبعا. يبقى اذا كنت انا اذا كان المسلم المعتاد اعظم عند الله حرمه من الكعبه، فيبقى مطلوب تعظيم المسلم المعتاد لانه اشد حرمه. هم عندك اللي يعظم النبي مشرك. يا ابني ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. عنده مطلق التعظيم شرك، مطلق التعظيم عنده شرك. وعلشان كده نشأت أجيال ما يحترموش أساتذتهم، ولا يحترموا آبائهم، ولا يحترموا مدرسينهم، ولا يحترموا مشايخهم. يبقى قاعد عامل كده، هو الشيخ داخل ما يمدش رجل. شفناهم اللي اتربوا على كلامهم، واخد بالك؟ ولا يقبلوا أيادي مشايخهم. تقبيل الأيادي دي كان مشهور طول عمر أجدادنا، كانوا يقبلوا أيادي مشايخهم، ويقبلوا أيادي آبائهم، ويقبلوا أيادي أجدادهم. ده بالله أنا كنت وأنا صغير أما أروح أزور في بلدنا واسلم على الناس الكبار اللي البلاد مش قرايبنا خالص، ابوه يقول لي بص ايده سيدك فلان، مع انه لا من عيلتنا ولا اعرفه. لكن الناس اتورطت طول عمرها
ايه اننا نبجل الكبار ونحترم الكبار. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قبل يد الرجل اللي ايده خشنة وقال هذه يد يحبها الله ورسوله. يبقى النبي قبل اليدين. النبي افضل الخلق قبل اليدين. وهم يقول لك لا التقبيل هي السجدة الصغرى. مش يقولوا كده؟ يقولوا كده. يقول لك التقبيل هي السجدة الصغرى. شرك يعني. كل حاجة عندهم شرك. لما حاجات غريبة في الشكل تيجي تعظم اي حاجة جسم يعتقد انك انت هتعبدها. هتعبدها ايه؟ ربنا جسم. هو ربنا بيقبل. لما يجي يقبل العتبة وهو بيدور. يعني انا مش بقول لك ان انا بقبل العتبة، انا ما بقبلش العتبة، لكن انا بقول لك اللي بيقبل العتبة ده عندهم يقول لك ده مشرك. طب هو التقبيل علامة العبادة يا ابني؟ هو انت اللي بتعبده بتقبله؟ هو ربنا ده جسم. طب ما انت بتقبل الحجر ولا تعبد الحجر. ايه المشكلة يا؟ التقبيل علامة المحبة. وعلامة ايه؟ علامة انك بتحب الشيء وبتحترمه. فالقبلة دي ربنا جعلها علامة للمحبة وعلامة للاحترام. علامة بس، مجرد علامة. فأنا بمسك مثلا كتاب حلو كده بقبله، امسك هدوم ابني اللي انا بحبه مثلا اقبله، جواب جايلي من ابويا فرحان بيه وانا بقالي سنين ما شفتوش اقبله، الاقي عبايته مثلا وحشاني جوه وهو حسني انا هقبله. يبقى بعبد الحاجات دي. التقبيل ربنا جعله علامة الرحمة والشفقة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الصغار والكبار صلى الله عليه وسلم، وكان يقبل يد السيدة فاطمة بنته وهي تقبل يد لما تدخل عادي خالص. لكن اتفرج انت على اللي اتربوا على الفكر بتاعهم. عندهم يعني حقول ايه، عندهم قسوة، عندهم غلظة. عارف انت الراجل لما قعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم وشاف سيدنا رسول الله يقبل سيدنا الحسن والحسين يقول له تقبلون اولادكم؟ والله ان عندي 9 من الولد ما قبلت منهم احد. قال وماذا افعل لك وقد نزع الله الرحمه من قلبك. لا هي كده، دي رحمه. التقبيل ده علامه الرحمه وعلامه المحبه. فانا ما اقبل مثلا حاجه متعلقه باثر صالح يقول لك شرك. شرك ايه يا عم؟ هو ربنا بيقبل يا ابني. طب ما هو لو ربنا سبحانه وتعالى يريد منا سد الذرائع ما كانش دلنا على الطواف حوالين الكعبه ولا تقبيل الحجر. لو هي قضيه سد ذرائع، ما لو مساله سد ذرائع لحسن الناس تقع في الشرك، ما كانش الله سبحانه وتعالى دل الناس على تعظيم الكعبه ولا على تعظيم الحجر الاسود ولا على الطواف هناك اصلا. قال لك ما هو اينما تولوا فثم وجه الله تروح هناك ليه بقى؟ ما لو مشينا على قاعدتهم هنلغي الشريعه. وفين لو شفتهم لو مشينا على قاعدتهم دي؟ لا اصل هيقول لك اصل ايه؟ لا ما هيقول لك لاحسن. هقول لك لاحسن ازاي؟ انا هقول لك لاحسن ازاي يا استاذ؟ قال لك ما هو الكعبه كانت معظمه عند العرب ثم عبدوا الاصنام. فما فيش داعي يروح للكعبه، بس هم مكسورين شويه لان النبي طاف، مش قادرين يمسحوها. يا خساره، يا ريته ما كان طاف. هم بقى على قاعدتهم كده. يا خساره، يا ريته ما كان قبل الحجر. علشان يمشي يقوم يجيب لك كلام سيدنا عمر. يقوم يجيب لك كلام سيدنا عمر. ما انا عارف مثلا. فيقول لك ايه؟ سيدنا عمر يقول ايه؟ اشهد انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله قبلك ما قبلتك. قال يعني كده سيدنا عمر يعني ايه؟ هم بيفهموا ان فهم سيدنا عمر بيفهموا. فهم سيدنا عمر مش كده خالص. فهم سيدنا عمر مختلف تماما، هو كان لا يدري حكمة التقبيل بس. فبيقول انا بتبع. يعني ده مجرد اثبات للاتباع مش نفي الانتفاع. فهمت ازاي؟ بس فلا جاء سيدنا علي بن ابي طالب وراه فهمه الحكمه. فلما عرف الحكمه خلاص، لكن ما يجيبلكش غير كلام سيدنا علي اللي وراه ابدا في كتبهم. يجيب لك قول سيدنا عمر بس ونقطه ويكمل لك كلام. واجمع العلماء وقال ولم يعرف ان علم الكلام بتاعهم بقى ده اللي يوهم القارئ ان خلاص الموضوع كده منتهي. فهمت ازاي؟ ده طريقتهم. يقول لك ولم يفعل واحد من الصحابه ولم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ولا معنى ولا معنى ذلك على مر الرسول. يبقى مفيش الا كده. وخلافه الشرك كفر بواح. يلا في الاخر. ما دي كتابهم كده. يقوموا ضيقوا على الناس عيشتهم. تبص تلاقي الواحد يبقى رايح يزور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خايف لحسن العربيه بتاعته تلمس المكتوبه يبقى مش خايف لحسن مش عارف ايه. دا
ده لو وقع كده وجا السند قال له لا مشرك يا عم، كان هيقع ده كان هيتبطح. لا حاجات غريبه شايف. فاصبح التوحيد عندهم زي ايه؟ كوبايه الميه كده، واخد بالك؟ اللي محطوطه على الثانيه غير مستقر، فاي حركه تقع خلاص بقى كده. كل شويه يقول له كفرت ولا شباب يا محمد؟ كفرت يا عم، كفرت ايه يا عم؟ الايمان ده ما وقر في القلب وصدقه العمل، واخد بالك؟ الايمان ده كل الناس عارفه ان ربنا هو الفاعل، فعل ما يريد سبحانه وتعالى. اقعد انت مع الناس العاديه كده واقعد قول لهم الكلام المشتبه عند اذهان الوهابيه، عمرهم ما يدخل في مخهم ابدا المعاني اللي هم قالوه. يقول لك تقول للناس كده، خش في جامعه كده قول لهم ينزل ربنا في السماء الدنيا الى السماء الدنيا في الساعة الاخيرة من الليل، يقول هل مستغفر فاستغفر له، هل من تائب فاتوب اليه. يوم يجي في باله ايه؟ الخشوع والقبول، صح؟ ما يجيش في باله نزول بالحقيقة، ولا يجي في باله نزول بالحركة، ولا يجي في باله دون خلو العرش منه، ولا يجي في باله الكلام الفارغ اللي قاله لنا ده كله، ولا يجي في باله العم خالص، لانهم دول مش عرب. اللي فهموا الكلام ده ناس مش عرب خالص، يا اما بقى مخهم راكب شمال. والغريب ان اللي مخهم راكب شمال دول عملوهم ائمه الامه، ويقول لك شيخ الاسلام. اذا قلت لك شيخ الاسلام يبقى يرد مين؟ ابن تيميه. عنده احنا عندنا كتير بقى، عندنا كتير. اما تقول شيخ الاسلام ممكن يبقى كتير قوي، واخد بالك؟ لكن عندهم هم شيخ الاسلام، هم اللي اطلقوا عليه كده، وهم اللي تصوروا ان الامه اجمعت على كده، ولا الامه اجمعت، ولا هو نفسه يرضى بكده. يعني هو نفس ابن تيميه لو جه يتصور ان كلامه ده هينبني عليه هذا الفكر هيعترض على هذا الفكر. انا متاكد انه هيعترض، يقوم يقول له لا انت مش ابن تيميه، انت تايواني، انت تقليد. احنا عايزين ابن تيميه الاصل. هو ما كانش يقصد كده اصلا، هي بلوازم كلامه، لوازم كلامي انبنى عليه هذا. كانوا ما يقولوا له انت لازم كلامك هينبني عليه كده يا شيخ، يقول لهم انا ما بصدقش كده. يعني ابن تيميه نفسه لما كان يتكلم في الكلام بتاعه يقول لك بس انت كده كلامك ده يلزم منه كذا، يقول لهم انا لا اقصد ما يلزم، انا اقصد كده كلام ده. هم بقى خدوا ما يلزم وجعلوه هو قصده ونسبوه اليه. فلا حتى هم ما بقوش اتباع لابن تيميه نفسه، فهو بقى اتباع للهوى والشيطان. وربنا ينجينا. اصل اللي هيعبد الله على انه جسم هيتبع الدجال في اخر الزمان، لعلمك يعني. فتنة الدجال ايه هو؟ المسيح الدجال هيجي جسم كده، وبعدين يقول للسماء امطري تمطر، ويذبح واحد ويقول له تعالى يسحر، ويقول لهم انا ربكم. خلاص ما هو ربنا اهو بيمطر السماء وبيحيي الموتى، يلا يا عم سمعنا واطعنا، يسجدوا له. لكن المسلمين المحترمين عارفين ان الله ليس بجسم، وان الله كامل وده اعور، وان الله لا ياتي من جهه، لان الجهات مخلوقه. يقولوا له انت كذاب، يقول لهم ده انا بحيي الموتى، اقول له اعمل اللي بتعمله انت كذاب برضه، لانهم علماء. لكن التانيين اللي متصورين ان الله بيسجد يسجدوا له. خلاص بقى الحكايه سهله عندهم، لان الله عندهم جسم، وعلشان كده منعوا تعظيم كل جسم، لان لازم من قراءتهم الكثيرة لهذه الكلمات ولوازمها ان الله جسم، خدت بالك؟ فلما لزم ذلك في عقلهم منعوا تعظيم كل جسم، فمنعوا التعظيم مطلقا. تيجي تمدح النبي ويقول لك انا ما اقعدش في الحته في الشرك، يروح ايه مدي كتفه كده ومروح. ليه يا ابني؟ اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطرد، يعني هو بقى متقي قوي والناس كلها مش فاهمه، هو اللي مش فاهم حاجه خالص. يقول النبي اصل قال لا تطروني، فما تكمل لا تقربوا الصلاة، ما تكمل. يقول لك اصل النبي قال لا تطروني، يا عمي كمل. الله ويل للمصلين، كمل. اهي دي بالظبط كده، كما اطرت النصارى المسيحيه من من كمل. يعني النبي نهى عن المبالغه في الاطراء التي توصله الى مقام الالوهيه بس، وما حدش من المسلمين الحمد لله نسب للنبي هذا. لا ما دعاش النصارى في نبيهم، يحكم بما شئت ما تحذير. بس دي البرده، والبرده عندهم لو كانت في جيبك ما يدخلكش بيها. صدقني دي لو كانت في جيبك وانت داخل المسجد. انا مره انا كنت بحج سنه 98، ورايح واخد معايا كتاب الشيخ بتاع رفاق اخوك المصطفى، لان كنت عازم ان انا اشرحه لما ارجع. فكنت
واخده علشان اراها في الروضه واستاذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشرح. فانا واخده بهذه النيه وقلت فتره الحج فتره كافيه اقعد اقرب كتاب قرايه سريعه كده علشان اختمه هناك. فبتفتشوا بقى في الشنطه كده فاكتشف معايا مخدرات. لقى الكتاب معايا راح مطلعه. قال لي درست الكتاب ده؟ كتاب ايه ده؟ قاضي عياض؟ شفه؟ ده في شركيات. اه والله قال لي كده. رحت قلت له انا معايا لسان في شريعه وانا واخده علشان اطلع ما فيه من شركيات وانبه عليه. قال لي جزاك الله خير يا شيخ. راح حطه في الشنطه. الحمد لله. نفخ. كان هياخد مني النسخه قلت له النسخه تاني وانا معايا بقى فعدتها له الحمد لله. فهم عندهم كده لو شافوه معاك ان عودتك كانك معاك مخدرات. فربنا ينجينا يا سيدي. ها؟ الوقت اتحسنوا. ما ربنا كفرهم. الحمد لله. ها؟ والاحياء ما كانش بيباع زمان سنه 76 و70 و80 و85 ده هو يا دوب بس من سنتين بس ربنا سبحانه وتعالى اراد ان ايه يعني الدنيا تتفك شويه. لكن والله انا كنت احط البرده المباركه في جيبي كده وداخل ابقى خايف الاحتمال اللي يفتشني كده يلاقيها واخدها مني. يخافوا من البرده قوي قال يحمي فيها ايه الشرك اللي فيها؟ انا من نفسي افهم ايه الشرك اللي فيها؟ قعدت ارنتها وقريتها كتير لما كنت احفظها ان اطلع منها نفس حاجه شميمه شرك انا ما لقيتش فيها اي حاجه دي. ولا الاربع ابيات دي فيها حاجه حتى. ولا الاربع ابيات اللي قايلينهم دي فيها حاجه خالص. يا رسول الله ما لي من الوذ به سواك عند حدوث الحادث العام. طب هو فعلا ما هو كل الناس هتروح لي بنص الحديث الصحيح. قال لك ايه؟ لا اللواذ يكون بالله والاستشفاع يكون بالله والوزير لم يفعل ذلك احد من صحابه. شرك مباح. ادي كلام يقول لك كده على طول حاجات غريبه في الشرك. اقرا كتابهم كده يفطمك على طول يفطمك من كل العلماء الا هم بس ما يرضعش الا منه. وبعدين يجي العيل من دول الشاب من دول مش حافظ القران يخش على الشيخ من دول يساله ثلاث اربع اسئله بيختبره عشان لو قال زي اللي في مخه يقعد ياخد العلم منه. لو قال خلاف كده يبقى ايه مبتدع مشرك اوعى تجيله تاني. دي طريقته لان بقى اتربى على طريقه كتابه معينه ان خلاص اجمع العلماء ولم يفعل ذلك مش عارف ايه وقالوا ان الترك يدل على النهي مطلقا. الترك يدل على النهي مطلقا عندهم. والترك لا يدل على النهي. طب انت اهو في الازهر روح اشتري من مكتبه القاهره رساله قصيره صغيره ولكن عظيمه المعنى للسيد عبد الله الصديق الغماري اسمها حسن التفاهم والدرك في مساله الترك. حسن التفاهم والدرك في مساله الترك. في مكتبه القاهره هنا ورا. تفهم على طول ان كل كلامهم اللي بنوه على ان الترك يدل على النهي ده باطل. يعني هتقول ايه لي 10 وربع سبحانك اللهم وبحمدك. ايوه هدفهم ان بيكرهوا الاسلام والمسلمين. الوهابيه مش عارفين هدفهم. هم هدفهم متطورين ان هم بيحافظوا على بيضه التوحيد. فهمت ازاي بس؟ اه ولا محمد بن عوار نفسه كان فاهم انه عميل. ما دي اللعبة الخط بقى الخط ان هو يختار واحد مخه معوج هو اصلا كده وعوجة مخه دي تفيده يقوم يخليه يتحرك بنفسه منفذا لمخططه. دي اللعبة بتاعتهم طول عمرهم كده. لم ينالوا شيء من بلاد الاسلام الا بأياد المسلمين. اعداء الاسلام كده على طول واخد بالك ازاي وغيرهم وغيرهم. طب ما كانوا هقول لك حاجة كانوا بيغذوا الدعوه الوهابيه اللي هي ضد ال البيت وبيساعدوا الشريف حسين اللي هو من ال البيت علشان ياخد الخلافه من الخليفه. في وقت واحد. كله في وقت واحد في عصر واحد. يعني الانجليز نفسهم هم اللي بيحموا الدعوه الوهابيه ويدوا السلاح لال سعود عشان يحارب واخد بالك زي اللي هو علشان ياخد من ال البيت الاراضي الحجازيه وهم نفسهم اللي ادوا السلاح للشريف حسين وهو من الاشراف عشان بيقولوا لي ان الخلافه لازم يبقى من الاشراف انت راجل شريف، ازاي يبقى الخليفه عثماني؟ فهمت ازاي؟ هم عايزين اكتر يفركشوا المساله فهو بيدي لكل واحد اللي هو عايزه. فالشريف حسين كان بيحارب وياخد سلاحهم متصور ان هو من اجل الله لانه هو من الاشراف
والأئمة من قريش. فأنت ازاي ما كانش متطور انه بيعمل مخطط ليه؟ وبعدين لما دام في الاخر قبل ما يموت عرف المخطط، واخد بالك ازاي؟ وقفوا مواقف فيها ذلة وخزي كبير، لكن ما كانش وهو بيتحرك متطور ان هذا هو المخطط. ادي المسألة، هو بيدي لكل واحد، واخد بالك، الحاجة اللي هو عايزها عشان ياخد، عشان يحارب بعض، هو عايز المسلمين يضربوا بعض. ادي كل الحكاية. لكن احنا ما نقولش على طول عليهم ان هم عملاء، ابدا هم مش عملاء، احنا نختم الذمة دي، هم مسلمين طيبين كويسين، لكن طلب العلم من غير اهله، يعتمدوا على انفسهم في طلب العلم، ففهموا اشياء كثيره على هواهم، وبسبب ضعفهم في اللغه العربيه خالف عليهم امور كثيره. فلو فهموا اللغه العربيه بوضوح وتعلموا العلم من اهله هتلاقيهم يشفوا منهم فيه. ها؟ ما هو في بقى، معلش. تعب معني بس. استنى بس، العلاقة بين ابن باز وبين ابن تيمية، ايه هو الاسناد؟ لا اسناد. لا ده في الفقه. ده في الفقه. ولا اسانيد لها متصلة حتى في الفقه. فهم بيتمحكوا. طب ايه رايك ان الامام احمد بن حنبل هو الوحيد في الائمه الاربعه اللي اجاز تقبيل القبر؟ الوحيد في الائمه الاربعه اجاز تقبيل القبر. طب انا هقول لك، لكن هم بقى يقول لك ايه، يقول لك لا دي منسوبه ليه، ده هو ما قالش كده، قال يعني هو كان معاه. طب ما مكتوب في كتب من ضمن فتاويه قبل ما يتولد، قبل ما يتولد، وقال رايت رب في المنام مش عارف ايه، يقول لك لا دي كذب واوعى تقولها وده ضلال وده مش عارف ازاي يشوف ربه. انت مالك؟ واحد قال انا شفت في المنام كذا، تقول له لا ما شفتش، انت حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه جدا. هو شاف في المنام، انت هتحط بينه وبين منامه كمان حسري قوي يعني. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت. ارجوك المره الجايه نخلص المقدمه. ارجوك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت. اللهم صل وسلم وبارك عليك.